حباه الله سمات أهلته لأن يكون من الرجال الذين لهم دور في رسم خطوط التاريخ. عمر بن الخطاب ما من حديث به المختار يفتخر إلا وكنت الذي يعنيه يا عمر. عمر بن الخطاب يا راشدا هزت الأجيال سيرته، وبالميامين حصرا تشمخ السير. إنه عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ولد في مكة المكرمة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 13 سنة تقريبا، وينسب إلى بني عدي، وهم قبيلة عدنانية من بطون قريش العشرة. ولقب عمر بن الخطاب بالفاروق، ولقب بالفاروق لأن الله سبحانه وتعالى فرق به بين الكفر والإيمان، فقد كان ضخما طويلا أصلع الرأس، كثيف اللحية، عريض الكتفين، قوي البنية، وفي عينيه حور، وفي لحيته صفرة، وفي عينيه حمرة يميل إلى السمرة في لون بشرته، وفي رواية أنه كان أبيض اللون، واسمر عام الرمادة من شدة ما أصابه من التعب والجهد تحت أشعة الشمس وهو يتفقد أحوال الرعية. كان زاهدا في الدنيا مقبلا على ما عند الله، حتى قال عنه عثمان رضي الله عنه: يرحم الله عمرا من يطيق ما كان يطيق عمر. وقال ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. وكان الصحابة يسمعون صوت بكائه وهو يتلو الآيات، وكان في وجهه خطان من أثر الدموع، فقد كان يبكي عند الكعبة، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ها هنا تسكب العبرة. وكان متواضعا أمام خالقه وبين رعيته، على الرغم ما كان له من الهيبة وما كان تحت حكمه من بلاد. كان ينام في المسجد ويتجول بين رعيته دون أن يكون له جيش يحرسه، ولما دخل عليه الهرمزان رآه ممددا في المسجد دون حرس، فقال: هذا والله الملك الهني. ولما دخل عليه وفد خاضعون لحكمه أحس بالعزة في نفسه، فأراد أن يمحوها ويروض نفسه رضي الله عنه، فخرج حاملا الماء على ظهره، وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي الله نوح عليه السلام لشدته في أمر الله. ومن غيرته رضي الله عنه على حرمات الله ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟